السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخر من فيديوهات قناة تازا انفو. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على 10 دول اللي يمكن لك انت تزورهم بدون تأشيرة بدون فيزا فقط باسبور مغربي. يعني يكون عندك هذا الباسبور ما تحتاجش للتأشيرة او الفيزا باش تمشي لهاد 10 دول اللي غادي نقول لك دابا. بقى معايا. لكن يعني غادي نعطيك واحد المعلومه مهمه، انك قبل ما تمشي لهاد الدول يعني ضروري خصك ثلاثه الحوايج ضروريين: تذكره ديال الطياره الي روتور، طبيعه الحال الحج ديال الفندق والمصاريف ديال السفر. لان في المطار بطبيعه الحال ضروري غادي يسولك على تذكره السفر ديال الي روتور، طبيعه الحال غادي يسولك على المصاريف ديال السفر شحال غادي بها لانك انت غادي سائح بطبيعه الحال، وزيد عليها يعني الحج ديال الفندق. يعني بزاف ديال الناس اللي وقعوا في هذه المشاكل ورجعوا من المطار، ولو ان بطبيعه الحال في المغرب ما غاديش انسيستي على هذه القضيه ويهضروا معك عليها. الدوله ديال الاستقبال بطبيعه الحال يقدو يسولوك، يعني يقدو يسولوك شحال عندك ديال المصاريف ديال السفر، يعني انك داخل الدوله ديالهم كسائح يعني خصك تنعش الاقتصاد المحلي ديال ديك الدوله. قبل ما تفوتني هذه الفرصه بطبيعه الحال باش نشكر كثير الناس اللي كتفاعل مع القناه ديال تازا انفو، سواء بالتعليقات سواء بالمساجات اللي كيوصلوا على الباج ديال الفيسبوك ديال تازا انفو، كذلك الباج ديال الانستغرام. يعني الى عجبك الفيديو لايك وداكشي اللي بغينا، ما عجبكش ديسلايك، كومونتير وبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش تعم المعلومه وكلشي يستافد. راس العام هي دخلات وبنادم كيبغي يبدل الاجواء، كيبغي يخرج من المغرب طبيعه الحال وكيكون تالف. اول بلد كننصحك بها اللي هي تركيا. تركيا بلد نصف اوروبي ونصف اسيوي، العاصمه ديالها هي انقره، العمله ديالها هي الليره التركيه، كذلك الطيران اللي يمكن لك انك تمشي بها هي طيران العربيه. تذكره السفر ما بين 3000 درهم و 5000 درهم، يعني ما بين 300 دولار و 500 دولار. طبيعة الحال داكشي على حساب المواسم، يعني غادي تبقى عاصر على التذكرة فوقاش تكون رخيصة، وما عليك غير دوبل كليك وهانت في تركيا. ومدة الإقامة بتركيا 90 يوم، يعني 3 شهور. ثاني بلد كنصحك انك تزورها هي اندونيسيا، العاصمة ديالها جاكرتا، العملة هي الروبل الاندونيسي، كذلك بطبيعة الحال انك تقدر تجلس فيها مدة الإقامة ديال شهر واحد، يعني واخا ما كافيهش بطبيعة الحال لان تقريبا فيها 15000 جزيرة وما يمكنلكش انك تزورها كاملة. تذكرة الطائرة ما بين المغرب واندونيسيا تقدر توصل حتى ل 7000 درهم. ثالث دولة هي دولة ماليزيا، مدة الإقامة ديالك هي 3 شهور يعني 90 يوم، العاصمة ديالها هي كوالالمبور، يعني العملة المحلية هي الرينغت، وتذكرة الطائرة ما بين المغرب وكوالالمبور تقدر تبدا من 5000 درهم حتى ل 8000 درهم، يعني كيف ما قلنا على حساب الشركة ديال الطيران وعلى حساب المواسم. الدولة الرابعة هي البرازيل، العاصمة ديالها هي برازيليا، العملة المحلية هو الريال البرازيلي، مدة الإقامة ديالك بطبيعة الحال تقدر توصل حتى ل 3 شهور يعني 90 يوم. تذكرة الطائرة ما بين المغرب والبرازيل تقدر توصل حتى ل 20000 درهم، يعني بطبيعة الحال ضروري خصو يكون واحد ليسكال، يعني ليسكال تيكون عندك في ريو دي جانيرو، غالية بزاف. الدولة الخامسة اللي غادي نمشيو ليها هي الفلبين. الفلبين تقدر تجلس فيها لمدة شهر واحد يعني 30 يوم، العاصمة ديال الفلبين هي مانيلا، العملة ديالها هو البيزو الفلبيني. ثمن التذكرة ما بين المغرب والفلبين اللي كيتراوح ما بين 6000 و 9000 درهم، تقدر تمشي ليها بطبيعة الحال مع الخطوط الآسيوية اللي كتكون رخيصة شوية. البلد السادس اللي كنصحكم تزوروه اللي هي كوريا الجنوبية، مدة الإقامة ديالها اللي هي تقدر تجلس فيها 3 شهور يعني 90 يوم، العاصمة ديال كوريا الجنوبية هي سيول والعملة المحلية هو الوان الكوري. بطبيعة الحال في كوريا الجنوبية في المطار يقدروا يجبدوا معك ويهضروا معك على التذكرة ديال الروتور ديال الطيارة، كذلك حجز الفندق وشحال داي معك، يعني شحال داي معك ديال الفلوس. طبيعة الحال إلا كنت داي معك واحد 100 دولار ولا 1000 درهم مغربي أنك غادي لكوريا وغادي معك 1000 درهم مغربي فهذا ما كافيش، يعني أنك باش تدور وتسارى ويعني تشوف كوريا الجنوبية فبطبيعة الحال 1000 درهم راه ما كافيش. يعني راه بزاف ديال الناس أسباب أنهم باش ترجعوا من المطار في حالتهم، يعني هادو هما بعض الأسباب. يعني تقريبا تقدر ما تكونش عندك الروتور ديال الطيارة، كذلك الحج ديال الفندق
ولا ما عندكش شي صديق انك باش تمشي عندهم. يعني ديك الدوله راه متقدمه بزاف، دوله غاليه بزاف، المعيشه فيها غاليه ما سهلاش. تونس هو البلد السابع اللي كنصحكم تزوروه. مده الاقامه ديالك في تونس كتوصل حتى ل 90 يوم، يعني 3 شهور. العمله ديال تونس هو الدينار التونسي، العاصمه هي تونس. ذكرات السفر ما بين المغرب وتونس كتوصل حتى ل 3000 درهم، معيشه رخيصه، عندك ما تشوف تونس. الدوله الثامنه هي الهونغ كونغ. هونغ كونغ تقدر تجلس فيها لمده شهر واحد. العمله ديالها هو الدولار الهونغ كونغي. تذكره الطائره تقدر توصل حتى ل 10000 درهم. والبلد التاسع في السلسله ديالنا اليوم اللي نقدروا نزوروه فقط بالباسبور مغربي وما نحتاجوش فيه تاشيره، اللي هو الجزائر. الجزائر تجلس فيها مده الاقامه ديالك لمده 3 شهور. طبيعه الحال العاصمه ديالها هو الجزائر العاصمه، والعمله المحليه هو الدينار الجزائري. تذكره السفر ما بين المغرب والجزائر كتتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم. الا كنتي باغي تنفتح للثقافه الافريقيه ديال جنوب الصحراء، فانا كننصحك انك تمشي للكوت ديفوار. والكوت ديفوار هو البلد العاشر في السلسله ديالنا اليوم. كوت ديفوار العاصمه ديالو هو ابيجو، كذلك العمله المحليه هو الفرنك الايفواري. تذكره الطائره ما بين المغرب والكوت ديفوار كتتراوح ما بين 3000 و 3500 درهم على الخطوط الملكيه المغربيه. الكوت ديفوار الى كنتي باغي تنفتح للثقافه الافريقيه فكنصحك تزورها. بطبيعه الحال هذه 10 ديال الدول اللي كنقترح عليكم انكم تزوروها. بطبيعه الحال كانوا بزاف ديال الدول، ولكن انا اقترحت انكم تزوروا الدول. يعني شكرا بزاف على الفيديو. عجبك الفيديو كما قلنا في اول حلقه دير لايك، ما عجبكش دير ديسلايك. خلي لي كومونتير يعني شنو هي الدول انك اللي زرتيها، وشنو هي الدول انك اللي كتحلم انك تزورها. بطبيعه الحال بارطاج الفيديو، بغينا العائله تكبر. الدعم ديالكم والتحفيزات ديالكم هي اللي كتخلينا اننا نزيدو القدام، هي اللي كتخلينا اننا نديرو فيديوهات جداد، هي اللي كتخلينا اننا نبدعو، اننا نزيدو في المحتوى ديال القناه. وانت ولا انت بطبيعه الحال كنتوك اول مره كتعرفوا على القناه واول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالي، يعني غادي تبان لك هنا واحد سبسكرايب، برك عليها، برك على الجرس باش انه يوصلك الجديد لي نوتيفيكاسيون. بطبيعه الحال شكرا بزاف ليكم، نشوفوا فيديو جديد ان شاء الله، مفاجأة.